أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، وفي إطار متابعة المواقف من مشاورات المملكة العربية السعودية مع الحوثيين، يبدو أن عيدروس الزبيدي هو عضو مجلس القيادة الرئاسي الوحيد الذي انتقد هذه المشاورات، وقال لا نعرف عن هذه المشاورات إلا من خلال الإعلام، مشيرا إلى أن الرياض كانت قد دعت أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى السعودية، لأن المفاوضين السعوديين لم يلتقوا بأحد من أعضاء مجلس القيادة، ولم يشرحوا الأمر أيضا ما يجري مع الحوثيين للأعضاء. الزبيدي وفي مقابلة مع الجارديان البريطاني قال أنه يحذر من سيطرة إيران على اليمن، وأن الجنوب وحده هو الذي يقرر بشأن موارده، وأن الموارد في الجنوب لا تكفي لدفع المرتبات لموظفي الشرعية، فكيف يمكن أيضا تقاسم هذه الموارد مع الحوثيين، وأشار إلى أن الوضع الراهن يظل أفضل بكثير من التوصل إلى اتفاق سيء، ومشيرا لأن وقف إطلاق النار بشكل كامل هو ما يجب على الحوثيين فعله قبل الذهاب إلى المفاوضات معهم، كما أيضا أكد على رفض انسحاب قوات التحالف العربي كما يطالب بذلك الحوثيين، وقال أن هذا الأمر غير مقبول من قبل الانتقال للجنوب الذي بحسب عيدروس الزبيدي يرفض المساس بمكتسبات شعب الجنوب حسب تعبيره من خلال هذه المفاوضات بين السعودية والحوثيين. عن أهمية هذه التصريحات وإلى أي مدى يستطيع الانتقالي فرض رؤيته على هذه المشاورات، هذا ما نناقشه لهذا المساء مع ضيوفنا الأعزاء، ولكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. انتقد عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ما وصفه بالتهميش من المحادثات التي جرت في الرياض بين المملكة السعودية وجماعة الحوثي حول مستقبل اليمن. وقال الزبيدي في مقابلة مع الجارديان البريطانية: لقد تم تهميشنا في هذه المحادثات ونحن نعرف ما يحدث فيها من خلال وسائل الإعلام. وأضاف الزبيدي أنه تم استدعاؤه إلى الرياض الأسبوع الماضي وبقي لمدة يومين دون لقاء المفاوضين السعوديين، محذرا من أنه لا يمكن فرض أي اتفاق سلام على الجنوب، وأن السيطرة الإيرانية المحتملة على الممرات المائية الاستراتيجية بباب المندب أصبحت على المحك. وقال الزبيدي إن الجنوب وحده هو الذي يمكنه اتخاذ القرار بشأن موارد الجنوب، وأن إعطاء الإيرادات من الجنوب للحوثيين يقوض حق تقرير المصير، مضيفا: عائدات النفط الحالية لا تكفي حاليا لدفع رواتب الحكومة اليمنية في الجنوب، وإذا لم تكن كافية بالنسبة لنا فكيف يمكن تقاسم الإيرادات مع الشمال؟ وقال الزبيدي إن الوضع الراهن للعنف المنخفض المستوى أفضل من التوصل إلى اتفاق سيء، وتابع أن وقف إطلاق النار الكامل للحوثيين يجب أن يسبق المفاوضات. وعبر الزبيدي عن رفضه لانسحاب قوات التحالف العربي كما يطالب الحوثي بذلك، وأضاف: إذا تم التوصل إلى اتفاق سيء يسمح فعليا بسيطرة الحوثيين، فإن إيران عبر الحوثيين ستسيطر على آبار النفط في الجنوب وطريق باب المندب التجاري الذي تتدفق عبره مليارات الدولارات من النفط. وتعد تصريحات الزبيدي الانتقاد العلني الوحيد من قبل عضو في مجلس القيادة الرئاسي للمشاورات المنفردة التي تجريها المملكة السعودية مع الحوثيين، فهل شكل هذا الموقف من قبل الانتقالي المدعوم إماراتيا تحديا لهذه المشاورات ولنتائجها المتوقعة؟ وإلى أي مدى يستطيع الانتقالي رفض أي اتفاق تتوصل له السعودية مع الحوثيين؟ إذن أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب بضيوفنا الأعزاء، الأستاذ معنا في الاستوديو الأستاذ حسن مغلس المحلل والسياسي والكاتب المعروف، أهلا بك أستاذ حسن. حياكم الله. كما أرحب أيضا بالأستاذ وضاح الهنبلي ناشط لدى الانتقال الجنوبي أيضا عبر الهاتف من نيويورك، أهلا بك وضاح. حياك الله. نعم، أرحب كذلك أيضا بالأستاذ سعيد بكران صحفي والمحلل السياسي المعروف، اهلا بك استاذ سعيد. اهلا اهلا يا استاذ عبد الله. نعم، ابدا معك استاذ حسن مغلس، كيف تجد هذا الامتعاض الوحيد ربما في مجلس القياده الرئاسي من المشاورات السعوديه الحوثيه على لسان عيدروس الزبيدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ عبد الله والأخ وضاح والأخ سعيد بكران جميعا والمشاهدين الكرام. طبعا هذا ردة الفعل هذه احنا يجب ان نعرف مصدرها. هل هو مصدرها فعلا ما قيل حول انه يرفض السلام من اجل الجنوب من اجل كذا؟ لا، انا اظن في هو لم يقل انه رافض السلام، لكن قال يجب يعني ان نكون في الصوره. نكون في الصوره، نعم. تمام، هو مش هو الذي يجب ان يكون في الصوره، هو غضبان على الامارات التي لم تكن في الصوره. المشكله ان هذه المباحثات ابتعد، تم استبعاد الامارات منها. هذه لكن كل اللي من اذا مستبعد ليس الامارات. لا، انا خلي دروس خلي انا اكلمك صاحب مصلحه اولى في انا اكلمك في على التواجد. اصحاب القرار، على أصحاب القرار، ليس يعني عيدروس إذا كانوا في الصورة الأولى. أنا ليس عضو مجلس الرئاسة، أريد أن أسأل عيدروس كمان، هل أنت كنت تعلم ليلة تعيينك عضو مجلس الرئاسة كنت تعلم أنك ستتعين؟ كان يعلم، كان ما لم يعلم أحد، الكل تفاجأ أنه أعضاء مجلس الرئاسة، الكل كلهم لا يعلمون، يعني كل المجلس. نحن تكون صريحين يعني الموضوع من البداية، استدعوهم إلى الرياض وصفحة جاهزة، استدعاء لم يعني عبد ربه منصور كان واضحا أنه يتم الإطاحة. عبد ربه منصور هذه كان عمل لهم وجبة فطار ولم يعلم أن هناك ستكون هادي الذي لم يكن يعلم، لكن البقية والبقية يعني لم يكونوا يعلمون. نعم، يعني إذا بالتالي إذا تجد أنه امتعاض إماراتي، يعني أنا أقول لك في النهاية عشان نكون واضحين أنه الكل تعين بمفاجأة، فلا يمثلوا علينا أنهم هم كلهم يستطيعون يعترضوا أو ينفوا. هو ليس الأمر بيدهم، الأمر الآن بيد المملكة العربية السعودية. كلنا نعلم أن هي صاحبة القرار، أصبحت في اليمن. أما تحركات عبد العزيز عيدروس الزبيدي هي أساسا زعلت الإمارات، مستبعدة تماما من المباحثات ما بين الإمارات وسلطنة عمان، ما بين المملكة وسلطنة عمان. الموضوع يعني اسمه ولي العهد جلس 40-50 في هذا، واستبعدت تماما من المباحثات. فإذا في ردة فعل وإصرار الإمارات على أنه عيدروس يذهب ويمثل من أجل هذه التصريحات، يعني دخلت فيها العلاقات العامة حتى لزيارته هذه. فعيدروس الزبيدي الآن حين يغضب المملكة العربية السعودية، نقول إنه أغلبها هي تستطيع أن تتعامل معه، يعني لا نعطي أكبر. تعتقد أنه لا يملك القدرة على التأثير إطلاقاً على المشاورات؟ لا يمكن. نعم، لا يملك لا قدرة على المشاورات ولا على التغيير الأمور. سنتوقف عند هذه النقطة لنعود إليك في نقاط أخرى، لكن ربما لدى الأستاذ سعيد بكران ربما رأي مغاير لرأيك. أستاذ سعيد بكران، كيف تجد هذا الامتعاض على لسان عيدروس الزبيدي؟ ربما هو العضو الوحيد في مجلس القيادة الرئاسي الذي امتعض من استبعاد مجلس القيادة الرئاسي من مشاورات السعودية مع الحوثيين. مساء الخير عليك أخ عبد الله وعلى ضيفك الكريم. طبعا ليس فقط عيدروس الزبيدي الذي أبدى ملاحظات. نحن استمعنا مثلا إلى خطاب رشاد العليمي في مجلس في هيئة الأمم المتحدة أعتقد أمس، وكان واضح الخطاب أنه يرفض فكرة تثبيت الشرعية للحوثيين أو الانتقاص مما سماه المركز القانوني للدولة وللشرعية وللاعتراف الدولي بشرعية الدولة، وخصم أي جزء من هذه المكانة لصالح الجماعة الحوثية، واعتبر أن هذا يشكل خطراً الذي يؤدي إلى توطين الإرهاب وتحويل البلد إلى ساحة لتصدير الإرهاب وتصدير الثورة على النموذج الإيراني. أنا أعتقد أنه خطاب رشاد العليمي أقوى بكثير من ملاحظة عيدروس الزبيدي، وأشد في توجيه اللوم على أي طرف يحاول أن يمنح الشرعية للجماعة الحوثية ويخصم من شرعية الدولة ومن شرعية الاعتراف الدولي بمجلس القيادة الرئاسي. ولهذا عندما نتحدث عن تقييم موقف أطراف مجلس الرئاسة، علينا أن نبتعد عن مسألة الحديث عن الإمارات وهذا تحرك الإمارات وهذا. كل الأطراف في الصراع لديها مساندون إقليميون، ولديها أيضا اتصالات دولية وبما فيهم الحوثيين. فإذا كان على الحوثي أن يستقوي بإيران وأن يحصل على مصالح وهذا يكون من حقه وشيء طبيعي، ولكن على الآخرين أن لا يكون لهم أي مناصر أو مساند أو حليف إقليمي ويعتبر هذا جريمة، هذا معناته المعادلة واضحة عند من يتبنى مثل هذا الطرح،
انه ما يجب ان ينتزع الحوثي من جميع الاطراف هو حق مشروع، وبالتالي يصبح هذا السرطان وهذه الجماعه مالكه لكل اليمن شمالا وجنوبا، وان هذا هو الشيء الطبيعي. اعتقد هذا خطاب خطير جدا للغايه. نعم هذا الخطاب خطير وذو دلالة بالغة الخطورة. يعني أن تعتبر أن الإمارات مثلا تساند المجلس الانتقالي أو تساند العميد طارق عفاش وأن هذا شيء يعتبر جريمة، بينما الإسناد الإيراني للحوثيين أمرا مقبولا. نعم إذن لنتجاوز هذه النقطة. هو بجانبي حسب مغلس هو لم يقل ذلك، ولا يقول ان للحوثيين حق في الدعم من ايران، هو لم يقل ذلك صراحه. لكن فيما يتعلق بتصريحات رشيد العليمي، هو بالفعل اكد على المركز القائم للدوله، لكنه لم يتطرق لا من قريب ولا بعيد لمشاورات الرياض بين السعوديه والحوثيين، لكن عيدروس سماها وقال لا نعلم عنها الا في الاعلام، وهذا فرق جوهري. الرئيس عيدروس الزبيدي رجل يعني واضح المواقف، وليس وربما يكون هو الأصدق من بين السياسيين اليمنيين في خلال المرحلة العقود الماضية كلها، وهو شخص لا يعرف تغليف الألفاظ. وبالتالي أنا أعتقد أنه مضمون الخطاب الذي ورد على لسان رشاد العليمي من حيث الدلالة السياسية، من حيث المكان الذي ألقي فيه أمام المجمع الدولي وأمام جميع الأعضاء وبتلك الصيغة، وحتى بحضور الوفد السعودي، كان قد غادر الوفد السعودي، أعتقد أنه هو الذي يجب أن يتم مناقشته، وليست الملاحظة التي أبداها الرئيس عيدروس، لأن هذه ملاحظة إجرائية. هو لم يعترض على مبدأ السلام، لم يعترض على فكرة أنه إنهاء الحرب، لا مشكلة من التفاوض مع الحوثيين، كل هذه مبادئ متفق عليها، ولا مشكلة أيضا من حل القضايا الإنسانية، لأن هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وتتعلق أيضا حتى بالوضع في المناطق الجنوبية، لأنه ارتدادات الوضع الإنساني في الشمال يأتي أيضا على شكل أعباء على عدن وعلى المكلا وعلى كل المناطق الجنوبية. وبالتالي لا خلاف في المبدأ، لكن الرئيس عيدروس يتحدث عن مسألة إجرائية، أنه كان يفترض أن يتم إشراك الأطراف المجلس القيادة في وضع خارطة الطريق، لأنه كل الحديث الآن ليس عن اتفاق سلام مع الحوثيين، وإنما في الاتفاق على وضع مبادئ عامة لخارطة الطريق تؤدي إلى جمع الأطراف على طاولة واحدة. فكان النقاش على أساس أنه يعني لماذا لم تكن الأطراف مشاركة في وضع هذه الخارطة من أجل الذهاب إلى طريق آمن للسلام. إذن ولكن نعم ولكن خطاب رشاد العليمي أكد قوة في انتقاد الفكرة اللي تقوم فيها، يعني فكرة يعني مسألة الانتقاد من شرعية الدولة، أعتقد أنه مثلته الصورة التي رأينا فيها وفد المتمردين الحوثيين يجلس بجانب الأمير خالد بن سلمان. يعني أعتقد أنه هذا نوع اعتبره رشاد العليمي نوع من الاعتراف بهذه الجماعة المتمردة. نعم إذن كلام رشاد العليمي من وجهة نظرك هو تأكيد على مركز القانون للدولة، وهو أكثر نقدا لمشاورة الرياض من الملاحظة الإجرائية للزبيدي، لكن الزبيدي تطرق أيضا لبعض النقاط وسأعود لمناقشتها معك، خاصة الموارد، وقال أنها غير كافية لدفع المرتبات في المناطق الجنوبية، وأيضا أنه يطلب من الحوثيين وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل الذهاب إلى التفاوض معهم، وأيضا يرفض أيضا مسألة انسحاب قوات التحالف العربي. هذه نقاط ربما أكد عليها سأناقشها معك، لكن دعنا أيضا نأخذ معنا أيضا وضاح الهنبلي وهو ناشط أيضا في الانتقالي، وكيف يجد أيضا هذه الملاحظات من قبل عيدروس الزبيدي على مشاورات السعودية مع الحوثيين. الكلام لك وضاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم. أنا أعتذر أولا عدم المداخلة معكم بالفيديو بسبب نحن كنا في مهرجان وكرنفال جماهيري كبير في ولاية نيويورك استقبالا للرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي، كان حضرة بالآلاف، وكان مهرجان أكثر من رائع، ولأول مرة في تاريخ جاليتنا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية يحدث هذا الحدث التاريخي. بالنسبة لحديث الرئيس عيدروس في مقابلته الأخيرة، أنا أعتقد من قيادات المجلس الرئاسي هو الشخص الوحيد الصادق
مع أبناء اليمن ومع شعب الجنوب، يضع دائما النقاط على الحروف، يضعكم في، يضع أبناء اليمن وأبناء الجنوب في الصورة بشكل واضح، حتى يعني يسقط حجة على من يتستر خلف شعارات أو حتى خلف التحالف العربي. المصداقية أصبحت عند كثير من القوى شيء غير مقبول، وأنا أستغرب من ذلك. النقطة المهمة أيضا أن الطرح القوي الذي والصادق والصريح الذي طرحه عيدروس بن قاسم الزبيدي له روافع أساسية، وهي شعب الجنوب الواقف خلف هذا القائد، وقوات المسلحة الجنوبية الذي داعمة والصد المنيع خلف هذا القائد، والقضية القانونية والحقيقية والواقعية السياسية في قضية شعب الجنوب الذي كاد أو قاب قوسين أو أدنى في استعادة دولته. نعم، وضع على ذكر اللقاء اليوم بين الزبيدي والجالية من أبناء المناطق الجنوبية، هل تطرق أيضا إلى المشاورات بين السعودية والحوثيين؟ ذكرها مرة أخرى. تحدث الرئيس عيدروس اليوم في خطابه في مع الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال حرفيا أنه كانت لديهم صورة مختلفة نمطية عن رأي المجتمع الدولي قضية شعب الجنوب، وقال عند فيها خلال هذا الأسبوع واجتماعاته مع كل جهات المجتمع الدولي أخبروه بكل صراحة ووضوح أنكم على بعد خطوات بسيطة جدا من استعادة دولتكم، وهذه الكلمات رددها الرئيس عيدروس اليوم في اللقاء، ثم قال أنه لا يمكن أحد أن يفرض على شعب الجنوب أي أجندة مهما كانت، وطلب من الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى جالية جنوبية على مستوى العالم أن تستمر بزخمها الشعبي والاقتصادي والثوري مع قضية شعب الجنوب وسعادة الدولة الجنوبية. نعم، شكرا لك وضاح الهنبلي، ناشط لدى الانتقال الجنوبي، كنت معنا من نيويورك. أستاذ حسن، أنت أشرت إلى أنه وإن كان عيدروس هو ينطق باسم الإمارات، لكنه أكد على مسائل: لا لسلام مع الحوثيين قبل وقف إطلاق النار بشكل دائم، لا لتقاسم الموارد، موارد المحافظة الجنوبية، وأيضا لا لخروج قوات التحالف العربي من البلاد. هذه مسائل يستطيع الانتقال التأكيد عليها، وعدم الذهاب إلى التشاور مع الحوثيين إذا لم يتم الوفاء بها في مشاورات السعودية والحوثيين. طيب، اولا من حقي ارد على الاخ بكران. نعم، قال انا تكلمت مع الحوثي من حقه كذا، بالعكس يا اخ بكران، الحوثي عدو مبين لنا، عدو مبين مثل الشيطان، نحن نعتبره انقلب على البشر كلهم في اليمن. نعم، فلا تقولني ما لا اقول، وانا بالنسبه لعداوتي للحوثي اعظم من اي مكون اخر. نعم، تمام، هذا واحد. ثانيا يعني اليوم نحن نتكلم حقيقة، حتى الأخ هذا الآن الحنبلي يقول إنه استقبال عظيم، هو بالفعل أنا لاحظ هناك مهرجان هذا عادي، الأشقاء من أبناء المحافظة الجنوبية التقوا يعني عيدروس وهم داعمين له الكل. لماذا نقص ممكن نحن نقول يعني هناك أنا ما أقصوش حقه، يعني حقائق هناك، عيدروس هو لا 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 لا, لا هذه النقطة أنا اللي شيدخل فيها مع الأخ، لا يكذبوا علينا أن الجنوبيين مفوضين عيدروس فوضوه 100,000 واحد داخل لنقول لا 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 لا, لا نرفض حتى عشر نحن حتى لو 10,000 فيش من يكون يمثل الشعب يمثل ماذا فعل الحضاري؟ طيب خليك ننتقل كم من واقعي الحضاري، لماذا يريدون ينفكوا عنه؟ لماذا مش رافضين الاعتراف به؟ يعني وهذا مش شعب حضرموت، ليس جمهورية كبيرة، اسمح لي، لكن ليس هذا الموضوع لنقول رجل حتى لا نفوض عنه، لا لديه قضية ولديه أيضا مؤيدين. والله لو كانت على مسألة القضية ما حد فوضوا على هذه القضية، يعني أيا كان الموضوع، هل تجد أنه حين يذكر هذه النقاط هو قادر على إنفاذها؟ لا، هو لا يستطيع تقاسم الموارد، يعني لا يستطيع عيدروس الزبيدي أن ينفذ أي شيء، ولو أراث المملكة تحجزه عندها بتحجزه. يا أخي لازم نعرف حجم الرجل، لا هذه كل شعارات وكلام فاضي، المرة الأولى مسكته عندها ولا خلته يتحرك، لكنه يقال أن عيدروس يا أخي هو الذي أعاق تقاسم الموارد، ما في كلام فاضي، ما يستطيع هو حتى لا يعلم كم منها الموارد،
عيدروس الزبيدي لا يعلم لا يعلم ولا يعلم لا 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 يعلم كم هي الموارد اللي تأتيه. هو الحين شغال يعلم كم معنا نفط يعلم كذا ما هذه ثقافة. لكن يا أخي عيدروس الزبيدي لا يمثل. الحين المشكلة إنه تكبرون على إنه هذا الرجل يمثل أبناء الجنوب. يا أخي أنا أبناء الجنوب عمري ما مثلتي أيا كان. مش أنا الوحيد. أنا أقول لك يعني الآن هذا دفعوه دفعا إلى داخل إلى وسط اللعبة. لا أسمح لك. هو الآن عضو مجلس قيادة رئاسي يعني شئنا أم أبينا اختلفنا. طيب ناقش هذا الموضوع. هو عضو مجلس القيادة الرئاسي. هو أيضا يمثل لنقول كثير من أبناء الجنوب. لنقول كلها بس نقول الكثير. ونقول أن لديه والله حتى الكثير لا كثير. اسمح لي. هو أيضا يقول أن لديه تحفظات على تشاور السعودية مع الحوثيين. حتى نحن لماذا لا تؤيده؟ لا لا اليوم المسيرة ماشية. المملكة العربية السعودية تريد أن تجد حل. أنت لديك تحفظات يعني أنه الحوثي ذا ليس مش لست أنا الوحيد. ولماذا تستاء من تحفظات لا لا أيضا؟ لا اسمعني تتقي معه في هذه المصلحة. اسمعني خطاب العرادة لما جاء إلى 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 المغرب المرة الأخيرة تكلم قال نحن مع السلام ولكن الحوثي ليس أهل للسلام. هذا خطاب واضح أن الحوثي ذا لن نصل لكنه لم يحدد نقاب. مثل ما حدد عيدروس. عيدروس قال تمسك بقوات التحالف العربي. رفض تقاسم الموارد. هذه نقاط. ما لهذه حلي يا أخي. رفض الذهاب إلى تشاور قبل أخي يا أخي حتى نكون عدل. ايش هالوحيد اللي يتكلم كم تكلمت الصحف والمجلات على تقاسم الموارد والوحيد. ايوه لا وما ادراك ماذا يصرح البقيه. ما ادراك هو فقط الان يتكلم بدفع يا اخي معك سبعه اعضاء مجلس قياده تمام مش هو الوحيد ثمانيه. خطاب زي ما قال بكران خطاب العليمي كان اكثر وضوحا وقوه من ناحيه قانونيه ومن ناحيه حتى لغويه ومن ناحيه كان خطاب العليمي قوي جدا. حدد للمملكه ان احنا هو ما قالش للمملكه وتكلم مع العالم ولم يذكرها لا يذكر المملكه. هو ذكر حقوقنا ما نريده نحن نعم. حق اليمنيين ذكر حق اليمنيين. مشكله عيدروس يذكر حق الامارات او حق يعني مجموعته ليس حق الشعب الجنوبي. من قال الجنوبيين اغلبهم نعم. اللي محافظه جنوبيه نعم. كلهم مع الوحده من يكذب لا عشان نعرف لما يجي واحد يقول لكم هذا يمثل قطاع كبير اي إن كان اي إن كان من ما يمثله عيدروس هو على الاقل رجل. طيب نناقش هذه المساله. هل تريد ان تناقش انه ماذا قال عيدروس؟ نناقش ماذا قال عيدروس. هذا الموضوع تمام. من هو هذا الموضوع يعني عيدروس في اول يوم في الجارديان قال كلام ثاني يوم حاول يدافع عن نفسه انه احرجوا صاحب بي بي سي على تصريحات الجارديان فحاول ينفي عن نفسه هذه التهمه. وانا اتوقع كمان انه سنرى بالساعات القادمه اعتذار جديد للمملكه العربيه السعوديه من هذه التصريحات لانه يعني ليست بارادته. التصريحات هذه يا اخوان تدفعوا الامارات دفع يقولها لانه هو لا يستطيع. المرة أقول لك المملكة العربية السعودية هي صاحبة القرار في اليمن. ولو أرادت المملكة أن تقلع العمارات لقلعتها لو نعم. أرادت. إذن هذا رأي سأعود إليك أيضا بعد الفاصل. وكذلك أيضا الأستاذ سعيد بكران صحفي والمحلل السياسي والباحث المعروف. نذهب إلى فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة الحلقة معكم حول تصريحات عيدروس الزبيدي بخصوص مشاورات السعودية والحوثيين في الرياض الأخيرة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وما يزال حديث حول تصريحات عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس الانتقال الجنوبي بخصوص المفاوضات أو المباحثات بين السعودية والحوثيين في الرياض. والملاحظ أنه أكد بعض النقاط التي يتمسك بها وهي رفض تقاسم عوائد المناطق الجنوبية مع الحوثيين ورفض الذهاب إلى تسوية معهم قبل التأكيد من قبل الحوثيين على وقف إطلاق النار وبشكل رسمي وأيضا التمسك بوجود قوات التحالف العربي. أستاذ سعيد بكران هل نفهم أن هذه النقاط هي الخطوط الحمر التي لا يمكن للانتقال الجنوبي أن يتجاوزها في أي ذهاب إلى سلام مع الحوثيين؟ بالتأكيد بدون أدنى شك هناك مجموعة من النقاط التي ذكرها الرئيس عيدروس وكلها ذات علاقة بعدم السماح للحوثيين بالحصول على شرعية السيطرة على الجنوب عن طريق السلام بعد أن عجز عن طريق الحرب. وهذه النقاط أعتقد أنا أنه كل الجنوبيين قطاع واسع من الجنوبيين أن يكونوا تحت سلطة ولا يقبلوا أن يكون عبد الملك الحوثي هو
المتحكم بمواردهم أو متحكم بمصيرهم، بغض النظر ماذا تريد المملكة العربية السعودية، ماذا تريد الإمارات، ولكن هناك رفض واضح وكبير ومعمد بكثير من التضحيات. الناس قاتلت هذه الجماعة في الجنوب وأخرجتهم من عدن، من بيحان، من مناطق كثيرة، تقاتلهم الآن في الجبهات على خطوط التماس مع يافع، مع الضالع، صبيحة، ذهبوا الناس يقاتلون إلى الحديدة. يعني هناك مشكلة، يعني تبسيطها بأنه إذا أرادت السعودية أن مش عارف إيش تفعل كذا سيحدث، وإذا لم ترد سيحدث. هذا كأنه نحن نتحدث عن بلد ليست اليمن، لا نتحدث عن مشاكلنا. يعني المسألة هي كبسة زر. إذا كانت كبسة زر قادرة من أي طرف أن تنهي هذا الصراع التاريخي والمتجذر، فكان يجب أن يكبس هذا الزر قبل عاصفة الحزم أو مع ليلة عاصفة الحزم، وينتهي الموضوع، موضوع الحوثيين في يومين ثلاث أيام وانتهى الموضوع. يعني لماذا كل هذا التعب وكل هذه المعاناة والصواريخ التي وصلت إلى عمق المملكة العربية السعودية وحتى إلى دولة الإمارات، وهددت الاقتصاد العالمي وهددت الأمن في المنطقة؟ لماذا كل هذا إذا كانت الأمور ممكن أن يكبس على زر وينتهي كل شيء، كل الأطراف تنتهي، كل المشاكل تنتهي، وكأن المسألة فيها كن فيكون؟ يعني وليست صراع سياسي وصراع وطني وصراع تاريخي وصراع مذهبي وصراع أيضا أطراف إقليمية. أيضا هناك صراع أطراف إقليمية. إيران اليوم أصبحت لاعب، ولولا الخطاب الذي هون واستهان بالحوثيين خلال السنوات الماضية وسخر منهم واعتبرهم لا شيء، وأنه مش عارف مين بيتحرك وبتنتهي المسألة في أسبوع، وأن الأمور محسومة، وأن المملكة العربية السعودية لن تسمح بوجود هذا الخط الدفاعي الإيراني المتقدم للأمن القومي الإيراني، ولكن الواقع يقول أن هذا الخط وهذه الجماعة أصبحت إحدى الكتائب والمتارس المهمة للمشروع الإيراني، وأن كل الإرادة الإقليمية لم تستطع أن تنتزع هذه الجماعة من الأرض، ولم تستطع أن تغير ميزان القوى، وتظهر الجماعة كل يوم بصواريخ جديدة وبترسانة جديدة وبتحدي جديد للمجتمع الدولي وللإقليم وحتى للأطراف المحلية. على ذكر إيران، اسمح لي أستاذ سعيد، هل هذا الهاجس حاضر عند عيدروس الزبيدي؟ هو حذر من قال أنه أصبحت سيطرة إيران على اليمن على المحك، وأنها مسألة وقت إذا مضينا في هذا المسار. تتفق معه؟ بلا شك. إذا كان سيفرض الحوثي منع الدعم عن القوات التي قاتلته سواء في مارب أو في مخا أو في عدن، وسيفرض على الأطراف التي كانت داعمة أن تمتنع عن دعم هذه القوات بالسلاح وبالخبرات، بينما هو سيحصل على الخبرات وعلى السلاح من إيران، فإن النتيجة عسكريا طبيعي أن تؤدي إلى تمدد الإيرانيين إلى باب المندب وإلى شواطئ بحر العرب وإلى كل يعني الاستراتيجية والجغرافيا الاستراتيجية السياسية الخطيرة التأثير على الاقتصاد العالمي وعلى المحيط وعلى الإقليم وعلى التجارة العالمية وعلى الممر المائي الدولي. هذه نتيجة طبيعية إذا مضينا في هذا الاتجاه. ولهذا أنا أعتقد أنه يجب أن يحتفي كل الذين لديهم مشكلة مع عيدروس بحديثه هذا وبملاحظاته، وأن لا يعتبروها نوعا من المشكلة بالنسبة لهم أو مشكلة نفسية، أنه ليش يقول كذا وليش كذا لأنه مش عارف مين قال له قول كذا. يا أخي إذا لم يعترض عيدروس الزبيدي ولا اعترض العليمي ولا اعترض العرادة ولا اعترض طارق، سيمرر هذا الاتفاق أو ستمرر فكرة تثبيت الحوثي وتمديده إلى المناطق التي لم يستطع أن يحصل عليها بالحرب. وهذه ليست مصلحة لا للشمال ولا للجنوب ولا للإقليم، وإنما عبارة عن انتصار عسكري إيراني على الأمة العربية بأسرها، وليس فقط على عيدروس الزبيدي ولا على الانتقالي ولا على الجنوب ولا على الشمال. فما هي المشكلة أن نساند هذا الرجل إذا قال لا، وإذا قال أن هناك خطأ في الإجراءات يجب أن يصحح؟ أعتقد هذا موقف وطني يجب أن يساند. نعم، موقف وطني يجب أن يساند. هل تتوقع أستاذ سعيد إسنادا وطنيا إلى هذا الخطاب،
خطاب عيدروس من قبل بقية الأطراف لنقل؟ والله أنا أعتقد أنا كرؤيتي يعني كرؤية متواضعة أعتقد أنه أطراف مجلس القيادة الرئاسي ستتقارب كثيرا في الفترة القادمة ويجب عليها أن تفعل ذلك وهي ملزمة بفعل ذلك وأن تحل المشاكل التي كانت موجودة والاحتكاكات التي كانت موجودة وأنها ستنتج موقفا وطنيا جديدا ومختلفا وأنا أعتقد أنه بوادر هذا الموقف هي في هذه التصريحات التي صدرت حتى من العرادة أو من رشاد العليمي ومن العميد طارق أيضا هناك بوادر أنه في رفض مشترك وموحد ما بين هذه الأطراف لمسألة أنه يكون الحوثي قدرا محتوما وأبديا على مناطق معينة في البلاد أو على البلاد كلها هناك إشارات واضحة في هذا الاتجاه ولكن أعتقد أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث التي تدل على أنه الخطاب الذي يصدر من مجلس القيادة الرئاسي ليس هو الخطاب الذي يتحدث به المجتمع الدولي أو حتى المجتمع الإقليمي عن السلام مع الحوثيين ومع ضرورة اعتبارهم يعني الطرف الأقوى نعم إذن الحوثي ليس قادرا بالنسبة لليمنيين وأن من مصلحة بقية الأطراف أن تدعم هذه الملاحظات بخصوص المشاورات بين السعودية والحوثيين وأن لا تؤدي بالفعل إلى تمدد الحوثيين إلى المناطق التي لم يستطع أن يسيطر عليها عسكريا من خلال هذه العملية ابتداء بالموارد أو ابتداء أيضا بفرض رؤية الحوثي على تلك المناطق من الناحية السياسية شكرا لك أستاذ سعيد بكران الصحفي والمحلل السياسي ونعتذر أيضا عن رداءة الاتصال في بعض الأوقات أستاذ حسن مغلس وبإيجاز لماذا لا نتفق حول خطوط عريضة مهما كانت خلافاتنا كأطراف سياسية إذا كانت المحصلة واحدة لا أحد يرغب بأن تسلم هذه المشاورات اليمن للحوثيين وإيران أنا على عجالة وأعطيته فرصة أنا كان لا تفضل يعني لك الوقت أنه الآن الأخ بكران يتكلم على مفهوم الحوثي أنه بدعم إيراني فقط نحن نعتقد وجازمين أن خطاب الرشاد العليمي كان موجه للعالم لتماهيه مع الحوثي صرح عن هذا الكلام أن العالم غير جاد في معالجة موضوع الحوثي الذي يعتبره هو انقلاب فالرشاد العليمي كان العالم أيضا ضدنا لماذا لا نتوحد الولايات المتحدة أساسا يعني عشان أنت تقير أن تريد أن تفصفص كل واحد في من معه مكونات نستطيع أن نتكلم عن كل واحد من يتبع من ومن مول من يعني حشان نتكلم على مجلس الرئاسة قد تجاوزنا على الموضوع ذا وقد قبلناهم على مضض يعني أمريكا هي وراء ضغط السعودية ضغط على السعودية بقبول مفاوضات مع الحوثي مباشرة من أمريكا ولا الحوثي ما يحتاج المفاوضات دي معه يعني من قال الحوثي يستحق المفاوضات ولا يستحق حتى تعطى له أي هذه الإمكانيات كل الموضوع نحن نعلم على فكرة هو الآن يقول أنه الحوثي الآن يطور نفسه الحوثي الآن في قمة ضعفه هناك رفض جماهيري هناك هشاش لكنه لديه تطور عسكري هذا ما يراني هذه كل الأتناك اللي تستعرض بها وأتناك وصلت إلى الرياض تمام في بعض الصواريخ لا الاستهين حتى لو تم تمديد الجيش الوطني ببعض الصواريخ والمدفعية الحوثي انتهى لكن إذا أردنا أن نعالج الموضوع اللي طارح الخطوط الحمراء من أجل الدفاع الحوثي هي الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نعلم هذا الكلام يا أخي أمريكا رفضت تعترف إذن بالتالي هل لدينا مصلحة مشتركة من يعني من الشعب ممانع الشعب اليمني شوف ضغوط أمريكا والسعودية عشان علينا عشان نناقش كمان أنه من له المصلحة الشعب اليمني بكله له مصلحة أن هذا الحوثي ينتهي من أمامه هذا الشعب هاي طلبات الشعب والشعب ليس مكونات هو الشعب أيوة مكونات متباينة تمام طبيعي. المكونات اللي تقول عليها متباينة في مكونات خلقات بعد الانقلاب يعني تتعال هم هي موجودة من قبل لا مش من قال أنه كان الانتقالي موجود من قبل الانتقالي فقط مصالح مكون من يا أخي لا لو سمحت نعم. الانتقالي مكون حصل بعد ما عيدر عبد ربه منصور هادي ألغى المحافظين الثلاثة قامت الإمارات لأنه كان ضدها القرار فقالت لهم كونوا مجلس نعم. من كان يعرف هذا المجلس هل لدينا مصلحة حتى نشوف هل لدينا مصلحة أيا كان القائل للملاحظات على والله احنا قلناها قبله من قال هذا؟ قبل عيدروس إذا أتى إلينا إلى والله هو يشتي يمشي معنا يمشي
احنا ما نمشيش مع عدروس لان عدروس عنده مشكله. لو كان مع مع الحكومه اوكي، لكن عدروس انه يقول لك هو انا نائب رئيس، انا 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 اشتي الجنوب. من قال لك ان احنا نشتي معك الجنوب؟ لكننا استمعنا، اسمح لي، استمعنا الى خطاب عاقل من عدروس في الامم المتحده في الخطاب اليمن، وما خطب شو لا كان يعني كلام صحيح. الاخبار الاخبار التي كان ينقلها في لقاءاته يقول ان اليمن وبلادنا وبالاخير بالاخير قال نشي دوله في الجنوب. يعني انا ما اعترف، هو تعلم الكلام الحمد لله، انه حتى المقابله الاخيره انا شفنا فيه تطور في المقابلات. نعم. يعني لا باس. نعم. لكن نقول انه هو صاحب القرار، وانه هو يعني الان حتى المهر قال لي في داخل نيويورك، يعني الناس قاعده تشوف من عدروس، مش كلهم قاعدين يشجعوه، في شقن، في حاجه اسمها شقن، يشوفوا من هذا اللي جاء. يعني يجب ان نفهم ان هؤلاء ليسوا هم اصحاب القرار، وان اصحاب القرار من مولهم اول يوم ومن طلعهم من تحت الارض الى فوق أي كان. فوق العار الى فوق الارض. يعني عشان نكون نقاش واضح، يعني انت الان تطلب مني اوافقك بالراي؟ لا 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 توافق، انا لا اريدك ان توافق، انا اقول لك ان على خلافات اليمنيين هناك ملاحظات على مشاورات السعوديه والحوثيين من وجهه نظري جيده، ويجب ان اليمنيين جميعا يقدموا هذه الملاحظات. هو قال كلمه عدروس برضه، قال احنا اول شيء نحل مشكله الحوثي وبعدين لكل حادث حديث، تمام نتفاهم بعدين. قلنا له تمام كل حادث بعد ما يجي يقول لك انا الجنوب، اوكي خليك تمام خليك ماشي، وبعدين بعد ما نخلص من الحوثي تمام اوكي. عندنا يقين انه هناك تخادم جذري ما بين الحوثي والانتقال، يتخادمان لانهما مكونان انقلابيان. نعم. قام بعد ما الشعب اليمني كان واصل الى مرحله، قام الاول الحوثي قام بالانقلاب مع علي عبد الله صالح، انقلبوا على مخرجات الناس وعلى تواصلهم الى الطريق، ثم كونت لنا الامارات مكون اخر، هي والسعوديه في البدايه كونوا هم الاثنين كونوا لنا مجالس انتقاليه واخرى من هذه الاشياء التي عرقلت عمل الحكومه، عرقلت عمل الشعب. يعني اليوم الشعب الان نعم. يصيح من ماذا يئن؟ الشعب الان يمشي في صرعان. استاذ حسن مغلس المحلل السياسي والكاتب المعروف على وجودك معنا هذا المساء للتعليق على الله. تصريحات لعيدروس الزبيدي عضو مجلس القياده الرئاسي بخصوص المشاورات السعوديه الحوثيه. واشكر كذلك اعزائنا المشاهدين الاستاذ سعيد بكران صحفي والمحلل السياسي كان معنا ايضا عبر الميد جوجل، وايضا اشكر وضاح الهمبلي من نيويورك كان معنا عبر الهاتف. واشكركم بطبيعه الحال، على امل اللقاء بكم في حلقه اخرى من حديث المساء، وفي امان الله.